المرشح لوزارة الدفاع الإيرانية، هسه هذا مرشح ولا يحكي؟ تفضل يا شو تريد؟ يقول إيران استخدمت أقل، جاي بعد ما مستلم، جاي حامي يريد يكذب. إيران استخدمت أقل من 10% من قدرتها في هجومها الأخير على تل أبيب. وين الهجوم؟ يلا وين الهجوم؟ ايش في هذا؟ هذا مرشح للوزارة بعد ما مستلم، مرشح لوزارة الدفاع الإيرانية بعد ما مستلم اشتغلنا كذب. ولك وين 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 الهجوم الأخير؟ هذا خطير، مدري شهر بالبارحة كابتكول مدري شنو، والله لعب روسهم هذا الخرمناي على والديك. شايفها بعد 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 رجله ما حطها بالوزاره، مرشح لوزاره الدفاع. يقول ايران استخدمت اقل من 10% على اساس شنو؟ الصين الشعبيه. ولك شنكم بكذب هذا؟ اقل من 10% من قدرتها في هجومها الاخير على تل ابيب. انا اشوف العالم تتراكض، اشوف العالم كلها شارده، ولكم شنو سالفتكم انتم؟ تظلون بكذي، كل هاي الكلاوات هاي كلها علي من على العرب، انت تريدون هاي ترتاحون، ما تريدون تسمعون الله اكبر، ابدا ما تريد تسمعون هاي، اطمئنوا هم العرب هم الله يعاودينهم ودنياهم.